مرحبا أنجلز، أنا ملاك on the road، وأهلا وسهلا فيكم بقناتي على اليوتيوب. بهذا الفيديو رح نتأمل سوا ونحدد أهدافنا للسنة الميلادية الجديدة مع طاقة آخر هلال لسنة 2023. بس نكون مستعدين، خلينا نبدأ الجلوس بمكان مريح وناخد نفس عميق مع الزفير. نغمض عيوننا تماماً ونحول تركيزنا كلياً على نفسنا. نلاحظ ارتفاع الصدر مع كل شهيق، ونلاحظ انخفاض الصدر مع كل زفير. نلاحظ النفس بدون ما نحاول تغييره أو التحكم فيه، بكل لطف وبكل وعي نلاحظ نفسنا مثل ما هو، شهيق وزفير. نتخيل نفسنا أن يكون بمثابة مرساة عم بتخلينا مؤسسين باللحظة الحالية. ناخد فترة لحتى نركز على نفسنا، شهيق وزفير. رح نبدأ نتخيل ونتصور أنفسنا بمكان هادئ ومقدس. ممكن هذا المكان يكون حديقة، شاطئ، أو غابة هادية. نستشعر طاقة هالمكان وندرك إنه هو انعكاس لحالة أنفسنا الهادئة تماماً بهاي اللحظة. هالمكان آمن تماماً لوجودنا فيه. بس نقدر نتخيل المكان بوضوح، رح ننقل وعينا لأسفل القدمين. نتخيل إنه في جذور عم تمتد من باطن القدم، ومع كل نفس هاي الجذور عم تنمو بشكل أعمق وأضخم وأكبر لحتى تثبتنا باللحظة الحالية وتربطنا مع الأرض وطاقة الأرض، كأنه شجرة زيتون كبيرة وشامخة من سنين بنفس المكان. رح نحول وعينا ونظرنا للسماء، نتطلع عليها كأنه لوحة غامقة مليانة بالنجوم المتلألئة مثل الألماس. نستنشق ونشعر بريحة الكون اللي حوالينا، نتأمل بحركة النجوم. وبهاي اللحظة رح نلاحظ إنه النجوم عم بتكون أشكال رسومات وصور بالفضاء الواسع. هاي الأشكال أو الرسوم ترمز لأهدافنا وتطلعاتنا اللي حابين نحددها للعام المقبل. رح نراقب هاي النجوم وهي بتنسج هاي الأشكال اللي بتعكس أحلامنا القريبة من قلبنا. مع كل نفس رح نسحب طاقة هاي الإبداعات السماوية اللي عم تتشكل أمام عيوننا، ورح نستشعر بذبذباتها الكونية اللي عم بيتردد صداها بداخلنا واللي بتتماشى مع جوهر نوايانا الصافية. مع كل زفير رح نتخلص من أي شكوك بأنفسنا، أي صوت ممكن نسمعه بداخلنا يشكك بقدراتنا رح نتخلص منه ونسمح له يتبدد الفضاء الواسع. بهاي اللحظة رح نجيب وعينا وانتباهنا للنوايا اللي حابين نحددها للعام المقبل. نتصور أهدافنا كما لو إنها تحققت بالفعل،
نشعر كيف هاي النوايا بتخلينا نحس لما تتجلى أمام عيوننا، ونغمس أنفسنا بمتعة تحقيق الإنجازات. كل هاد تحت هالسما ووهج النجوم المضيئة. رح نكرر توكيدات إيجابية ونستخدم الفعل الحاضر لتكوينها. هاي التوكيدات عبارة عن جمل أو عبارات بسيطة مثل أنا بقدر أحقق أهدافي، أو أنا على استعداد لاستقبال الوفرة في جميع مجالات حياتي، أنا أشعر بالقوة الكامنة وراء هاي الكلمات. كرروا توكيداتكم الإيجابية اللي متعلقة بنواياكم أكثر من مرة، والأهم من هيك إنه نآمن بنفس الوقت إنه هاي النوايا اتحققت، ونآمن إنه نحنا نستحقها فعلاً. بينما عم نستمر بالتنفس العميق، رح نتخيل ضوء فضي ناعم عم بحيط فينا. هذا الضوء بيمثل طاقة التحرر والإطلاق. نتخيل إنه هالضوء عم بيغلف أي شكوك ومخاوف أو عقبات ممكن نتعرض لها بطريقنا. رح نطلقها ونحررها مع كل زفير ونتنهد بصوت عالي. هالضوء الفضي رح يحول هاي الشكوك والمخاوف لطاقات إيجابية ويطلقها للسماء المرصعة بالنجوم. نعبر عن امتناننا للحظة الحالية والفرص اللي عم تنتظرنا. رح نلاحظ كل النمو والتقدم اللي أحرزناه هاي السنة. الامتنان والشكر بيساعد على تضخيم وتكبير ودعم كل الأشياء اللي زرعنا وحصدنا ثمارها بهاي السنة وللسنة الجاية. وخلينا ناخد وقتنا ونتخيل ونتصور ضوء جديد لونه ذهبي جاي من السماء عم بيوصل لعنا ويحيط فينا ويختم على نوايانا كأنها رسالة سرية بيننا وبين خلقنا. ونشعر بدفى وحضور هالضوء وحمايته إلنا لنوايانا الصافية. نتأكد ونعرف إنه رح يكون هو مرشدنا طوال السنة المقبلة، مدعومين بالقوة الكونية المخلوقة منه والمربوطة فيه. خلينا شوي شوي نعيد وعينا للحظة الحالية بكل لطف، وبس نكون مستعدين رح نفتح عيوننا ونجيب دفتر نخصصه لكتابة أهدافنا ويومياتنا، وناخد كم دقيقة لحتى ندون أهدافنا أفكارنا ومشاعرنا فيه. نفكر ونتذكر الصور اللي شفناها بالسماء أو أي مشاعر أو أفكار ظهرت لنا أثناء التأمل. وبس نخلص كتابة ناخد لحظة حتى نتطلع على الورقة اللي أمامنا، وندرك إنه هاي الجمل هي بالفعل أول حقيقة بتتجلى لنوايانا الملموسة والحقيقية أمام عيوننا. نعبر عن الامتنان والوضوح اللي تلقينا من خلال جلسة التأمل هاي. شكراً لكم.
وبتمنى لكم سنة جديدة سعيدة ومليانة بالفرح. أشوفكم بالفيديو الجاي.